الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من الدورة التدريبية المخصصة للحلول الحديثة لأنظمة إدارة المبنى، والذي يقدمها لنا المختص المهندس محمد أبو غوش. تفضل مهندس. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور، حياك واضح الله. واضح الصوت؟ أي خليني نعم، نفتح السلايد. في مجال لقراء القصيدة ولا؟ اي بالعكس، والله نسعد ونتشرف مهندس. الله يخليك. طبعا أنا في البداية بشكر معهد الاستدامة الكويتي على هذه الاستضافة الطيبة المباركة، ومبارك عليكم الشهر. طبعا أنا عندي هواية نظم الأبيات، ولست بشاعر، فقد نظمت 6 أبيات شعرية عن الكويت، يعني على كل حرف من حروف الكويت بيتا شعريا بشكل سريع، طبعا في الألف واللام والكاف وهكذا. أسائل نفسي أغاب القمر، فقلت ضياء الكويت غمر، لعمري تراها كقلعة عز ونخلة مجد وحلو الثمر، كفاك بأنك در الخليج على نهج طه وعدل عمر، ورود الحديقة فاحت وراحت تضم الغمام بعطر همر، يراعي يغني ويهتف حبا، مهندس أنت لقلب الممر، تراها تعانق هام الثريا بدار الكويت يطيب السمر. وشكرا لكم. والآن ننتقل إلى البيلدينج مانجمنت سيستم، أنظمة إدارة المباني، أو في مسمى آخر هو البيلدينج أوتوميشن سيستم. صحيح أنه الحكي عن هذا الموضوع يطول، وساعتين يعني سأحاول إن شاء الله قدر الإمكان أختصر حتى يعني نصل إلى المفيد. الغاية من نظام البي أم أس إنه من خلال المرجع عندي اللي هو المواصفات لذلك المشروع، سواء كنا نحكي عن أنظمة أبنية أو مطارات أو فنادق أو مستشفيات أو غيرها من الأبنية التجارية، ونحن هنا نتكلم عن مشروع سكني وربط الأنظمة الكهروميكانيكية من خلال جهاز كمبيوتر. هذا الجهاز الكمبيوتر يحوي على جرافيكس، رسومات تحاكي الأنظمة الكهروميكانيكية المرتبطة في ذلك المبنى، وذلك لمراقبة الألارمات والستيتس، أي الحالة، في حال إنه في نظام اشتغل أو طفى، حيبين عندي، حيكون في أوبريتر على جهاز الكمبيوتر لمراقبة الأنظمة، ومن ثم إعلام جهاز الصيانة في مكان وجود الخلل، وكذلك دراسة الكي بيرفورمانس، يعني أداء الماكينات وأداء الجودة لهذه الماكينات عبر مدة زمنية معينة ودراستها مع الزمن من قبل فريق الصيانة. كذلك الغاية القصوى من نظام إدارة المباني هو توفير الطاقة، فكما تعلمون أن أجهزة التكييف والتبريد وأجهزة الإنارة، كما تفضل زميلي المهندس الذي ألقى المحاضرة السابقة، بأن هذه الأحمال هي التي تستهلك أكثر ما يمكن في المبنى. فوظيفة البي ام اس انه الاونر او المالك بيدفع مبلغ معين في بداية المشروع علشان في النهاية يوفر في مصاريف الصيانة، يوفر في فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال تطبيقات عدة على أنظمة التكييف والتبريد والإنارة. ولأنه احنا بنحكي عن 80% من تطبيقاتنا أجهزة تكييف وتبريد، فإحنا عادة في دورة البي ام اس بنفترض أنه كل فئات المهندسين موجودين في هذه الدورة، سواء كانوا ميكانيك أو كهرباء أو سيفل حتى أو آي تي، بنضموا إلنا. فلذلك نبدأ من البداية عن تعريف أساسيات التكييف والتبريد. في النهاية مهندس البي أم أس يا أستاذ سالم والأخوة الكرام ليس مهندس ميكانيك،
هو في الآخر يتلقى من مهندس الميكانيك ما يسمى sequence of operation والbasis of design لذلك المبنى. يعني هو بعطيني آلية العمل للتحكم بهذا المبنى كعناوين رئيسية، ثم إحنا جماعة البي أم أس بناخذها بنستخدم الكنترولر عندنا لعمل وتحقيق sequence of operation المطلوبة. كما نرى أيها الإخوة هنا يتكون البي أم أس من ثلاث طبقات رئيسية. الطبقة العليا ما تسمى المانجمنت ليفل أو السوبرفايزوري ليفل، حيث يوجد جهاز الكمبيوتر ويكون موجود عليه الجرافيكس، وكذلك الخادم أو جهاز السيرفر حيث يقوم بتخزين البيانات وتحليلها ودراستها. وكذلك ممكن السوبرفايزوري ليفل يكون عبر لابتوب أو عبر حتى موبايل. فمثلا إذا كان المشروع في مدينة الكويت وأراد مهندس الصيانة مراقبته في أثناء رحلة عمل في أمريكا، يستطيع ذلك من خلال مراقبة كل الأنظمة المرتبطة على البي أم إس. المستوى الثاني هو الأوتوميشن، هو العقل المخ، يعني ولله المثل الأعلى بها الإنسان في الإصبع. سبحان الله، أودع الله فيه أجهزة الحساسية، عندما يصاب بشوكة فالدماغ يستشعر ذلك الألم ويصدر أمراً إلى العضلة كي تزيح الذراع بشكل سريع ومباشر. وهكذا نفس الفكرة، فعندنا إحنا الكنترولر الذي يتلقى من السنسورز الحساسات بأنواعها المختلفة من الطبقة الثالثة وهي الفيلد ليفل، وبناء على برنامج يتم عمل داونلود له في الكنترولر يعطي أوامر بالتشغيل والإيقاف لبعض ما تسمى مثلا الأكشويتر، المحركات على المحابس المياه وعلى ما تسمى إير دامبر اللي هي بوابات الهواء، متى يفتح الهواء متى يغلق الهواء عن منطقة معينة. وكذلك في لوحات تحكم خاصة بمحركات المراوح ومحركات المضخات، تقوم هذه أجهزة التحكم بإصدار الأوامر أو إلغائها. واضحة الشاشة أخ سالم؟ ملاحظات على طول احكي لي، إذا بطول أعطيني ألارم علشان نعجل ونسرع. وأنا صراحة لأنه بنحكي عن السستينابيليتي بدنا نحكي، يعني نلحق نحكي عن أهمية البي ام اس في المباني الخضراء والجرين بيلدينج. انا الصريح حطيتها في الاخر، بس اذا شفتني طولت يعني بفشق عن هذول وبنتقل مباشره عن تمام. الله يبارك فيك. تمام. طبعا مثل ما قلنا احنا بنتعامل مع مهندس الميكانيك مع بدايه المشروع، والهدف هو تحقيق ما يسمى الكومفورت زون في المبنى، يعني الظروف المثالية لجسم الإنسان، سواء بنحكي عن الأمبيانت تمبريتشر اللي هي من 22 إلى 26 درجة سلسيوس، والرطوبة النسبية اللي 50%. يعني إذا كنا في منطقة ساحلية قريبة من البحر بتكون الرطوبة النسبية مرتفعة. باختصار الرطوبة النسبية مثلا لو أخذنا وحدة مكعب جاف من الهواء، وجدنا أن نصف هذا المكعب مثلاً مليء بالبخار، بخار المياه، مليء بالمية يعني. فأنت إذا بتكون عند البحر، قريب من البحر، بتكون الرطوبة النسبية عالية، يعني هذا ما بيكون 50، بيكون 80 فما فوق. فالإنسان ما بحس بالراحة. والعكس كذلك، إذا كنت في منطقة بعيدة عن البحر، في جو صحراوي ناشف، الجو ناشف، بتكون مثلاً 20% فما أقل، كذلك تشعر بالضيق. وظيفتنا أنه نراقب الحرارة والرطوبة النسبية أو ما تسمى relative humidity بتشغيل بعض الإكويبمنت للحصول على هذه الدرجات المثلى. وكذلك مسار الهواء وسرعة الهواء مهمة، خصوصا إذا كان مثلا هذا المشروع السكني في مستشفى، لا أعلم عن حيثياته ولكن أتكلم بشكل عام. إذا كان في مستشفى مثلاً غرفة عمليات بسيطة أو مثلاً غرفة حجر صحي وغرفة أدوية، بالتالي بهمك أنت مسار الهواء من
الغرفة العمليات إلى الكوريدور أو من الكوريدور إلى غرفة العمليات حتى لا تنتقل العدوى. فهذا ما يسمى بالضغط الموجب أو الضغط السالب، البوزيتيف بريشر والنيجاتيف بريشر. هذا الموضوع مهم جدا للحفاظ على الكواليتي، الاير كواليتي، اندور اير كواليتي تبعت الهواء، وكذلك صحة الناس حتى اللي في الخارج. يعني أنا بديش أحمي الناس اللي في الداخل وأضر اللي في الخارج. طيب، أول موضوع نتكلم عنه أيها الإخوة اللي هو الموضوع كيفية الحصول على مصدر هواء بارد. طبعاً نحن نعلم إنه إذا يعني قديماً كانوا يحطوا في سلة مجموعة من قطع الثلج وبيشغلوا عليها مروحة. بالمناسبة المروحة لا هي غير مصدر للتبريد، المروحة بتعمل فنتليشن، تهوية. يعني إذا وضعت المروحة في غرفة ساخنة حتعطيك هواء ساخن، فبالتالي أنت إذا سلطت الهواء على مكعبات الثلج حتحصل على هواء بارد. بالتالي الهواء الساخن اللي أخذناه من الغرفة ومر على مكعبات الثلج قام بإذابتها، وبالمقابل أنت حصلت على هواء بارد. ببساطة هذا ما يسمى بالتبادل الحراري، ولكنه مصدر هواء بارد مؤقت. في النهاية أنا ما استفدتش، فراحت شركة كارير والله أعلم هي من الأوائل، يعني مهندسين الميكانيك يمكن أكيد موجودين معنا مهندسين ميكانيك أقدر وأخبر مني في هذا الموضوع، هي من أوائل الشركات التي وضعت دائرة التبريد. هذه ماكينة السبليت يونت الموجودة في البيوت، ببساطة إنه المروحة أو وحدة الاندور يونت عبارة عن ملف موجود فيها ملف، هذا الملف الذي تشاهدونه أمامكم وعليها مروحة، تمام؟ هذا الملف اللي هو موجود فيه عنصر كيميائي يسمى الريفرجرانت اللي هو الفريون. طبعا الفريون بدخل تقريبا 5 درجات وبطلع 10، مثل ما احنا شايفين على هذا المنحنى، بدخل هنا على تقريبا 5 سلسيوس وبطلع 10. ليش بسخن؟ نتيجة التبادل الحراري مع هواء الغرفة الساخن. يعني الهواء الساخن بيكون تقريبا 28 داخل الغرفة في الصيف. احنا الحين بنحكي عن تبريد، نحكي عن السمر مود، هذا اول مصطلح. سمر مود يعني تبريد، تمام؟ او كولينج مود، انت بدك تبرد الهواء. بالتالي بصير تبادل حراري. الهواء الساخن بالنسبة للفريون اللي داخل الأنابيب أعلى منه، فبيقوم بتبخيره. فبالتالي الفريون بتبخر يصبح بحالته الغازية. كيف المية إلها حالات متجمدة وسائلة وغازية؟ نفس الحاجة الفريون بيطلع من الجزء الأول اللي هو اسمه المبخر، ترتفع حرارته، ولكن في حالته إيش؟ الغازية. بدخل على الضغط أو الكمبريسر. الكمبريسر يا أخوان بيرفع الضغط مثلاً من قيمة 85 إلى 280 PSI. وبالتالي في قاعدة في الميكانيك ضمن حيز مغلق وثابت، إذا رفعنا الضغط للغاز بشكل طردي وتناسق طردي حترتفع حرارته من 10 درجات سلسيوس إلى 88 سلسيوس، بحيث أنك ما بتقدر تصيبه يعني الكويل. طيب الحين الفريون حيطلع من الكمبريسر برضو بحالته الغازية ودرجة الحرارة مرتفعة. طيب وصلنا إلى العنصر الخارجي اللي هو ما يسمى المكثف. ليش سميناه مكثف؟ لو قلنا إنه الهواء الخارجي مثلاً في الكويت الله يكون في عونكم، يعني دائماً في الصيف الحرارة مرتفعة، لكن لنفترض 45 سلسيوس، ولكن الفريون داخل الأنابيب 80 سلسيوس، بالنسبة للهواء الخارجي هو أعلى منه، عكس المبخر. مثل بريق الشاي دائماً بنشبهها، بريق الشاي لما بترفع الغطاء حتلاقي إنه البخار ندى، اتكثف، صار له ما يسمى dehumidification، إزالة الرطوبة، لأنه اصطدم في سطح أبرد منه. فنفس الفكرة،
الفريون كانت حرارته مرتفعة جدا، اصطدم في سطح أبرد منه، فتحول الفريون من حالته الغازية إلى حالته إيش؟ الليكويد، هنا على مخرجه، إلى حالته الليكويد 100%. أيوه هنا بعد الكوندنسر صار ليكويد 100%، والحرارة انخفضت إلى 43 سلسياس. لكن 43 سلسياس غير كافية إنها تدخلها، تأخذها وتدخلها على الاندور يونت علشان تعطي هواء بارد. راحوا استخدموا ما يسمى الإكسبانشن فالف، الإكسبانشن ديفايس. الإكسبانشن ديفايس بدخلوا ليكويد بيطلع ميكستشر، يعني جزء منه بخار والجزء الآخر ليكويد. فبالتالي هذا الإكسبانشن ديفايس قام بتخفيض الضغط مرة أخرى من 280 PSI إلى 85 PSI، وكما قلنا في حيز مغلق تتناسب تناسب طرد الحرارة. فهذا الانخفاض المفاجئ قلل الحرارة إلى 5 درجات مئوية، which is perfect، يعني أنت كافية أنك تدخلها على الإيفابوريتر. فبالتالي المراوح هتأخذ أو المروحة هتأخذ حرارة الفريون، هتبدأ تقلل الهواء الداخلي، بدل ما كان 28 حيبدأ يقل 27 26. إلى متى؟ هذا المنحنى يوضح إلى متى. الحين في الوحدات الداخلية في عندنا ما يسمى الريموت كنترولر. الكنترولر هذا يستقبل من الريموت، سواء كان لا سلكي أو سلكي، وهما يدعى الثيرموستات اللي موجود في الغرف. كلمة ريموت تعني لا سلكي أو سلكي. من خلال هذا الريموت يتم وضع الزبون أو الكاستمر، بحط الست بوينت. الست بوينت هي درجة الحرارة الغرفة المراد أقول لها، ويوضع ما يسمى الإيرور مثبت في الكنترولر أو الديفرنس، يعني فرق درجة واحدة، بحيث مثلا إذا كانت الست بوينت 22 درجة وكانت درجة حرارة الغرفة 23 درجة، فبالتالي 23 فوق كافي إنها تعطي أمر للكنترولر إنه يبدأ بعملية الريفريجريشن سايكل. تمام. الوحدة الخارجية تسمى الكوندنسينج يونت، اللي هي الكمبريسر زائد الكوندنسر مع المروحة اللي إلها. طيب حيعطي أمر للمروحة الداخلية أنها تبدأ تشتغل عشان تعمل فنتليشن. بعدين بعد تايم ديلي معين، في تايم ديلي في الموضوع، في البزنس تبعنا دائما في ديفرنس في تايم ديلي، علشان الكنترولر يتأكد إنه هذا الفرق مش لحظي، استمر إنه في حرارة عمالها بترتفع وأنا بدي تبريد. فيعطي أمر للوحدة الخارجية بعد ما أعطى أمر للوحدة الداخلية اللي هي المروحة إنها تشتغل، ما يسمى cut in أو start، تمام، أو on أو when، يعني أعطى أمر للمروحة للوحدة الخارجية إنها تشتغل، تبدأ دورة التبريد بالعمل، يبدأ الهواء درجة حرارة الهواء الداخلي بالانخفاض، فتقل من 23 إلى أن تصل إلى الست بوينت. بعطيه cut out أو stop أو off أو zero، يعني بالمنطق one or zero. طيب الكنترولر الكوندنسينج يونت بالنسبة للكنترولر output، يعني الكنترولر هو الذي أعطى الأمر للوحدة الخارجية إنها تشتغل، بينما الحساس الحرارة اللي قارن مع الست بوينت، حساس الحرارة يكون هنا على الوحدة الداخلية موجود، بقارن مع الست بوينت. إذا حقق الديفرنس مثل ما حكينا بعطي أمر للتشغيل. حساس الحرارة نسبة إلى الكنترولر هو input. طيب كذلك إذا كان عندي مثلاً أحياناً بيكون two stage، يعني بيكون مهندس التكييف حكي لي إنه ما بكفي condensing unit واحدة، كذا condensing unit، مثلاً condensing unit 1 condensing unit 2، فبالتالي بيكون عندي difference مثلاً واحد للأولى وواحد للثانية، يعني 24 وفوق
بتحقق الشر. فلما بصل مثلا ل 23 هيعمل اوف للستيج الثانيه، وصل ل 22 بيعمل اوف للستيج، عفوا 21 لل 23 الستيج الاولى، 22 الستيج الثانيه، بيكون طفى التو ستيجز. طبعا يا اخوان ليش هذا الكلام؟ هذا مقدمه بس شويه عن التبريد. طيب شو علاقه السبلت يونت مع البي ام اس؟ اي اكويبمنت هي عليه اذا كان في عليها كنترولر منها وفيها وبيحقق السيكونس اوف اوبريشن اللي مطلوبه منها، هذا يسمى ستاند الون كنترولر، يعني قادر على التحكم بآلية العمل المطلوبة منه دون اللجوء إلى الكمبيوتر في الطبقة العليا التي تكلمنا عنها، دون مراقبتها. هذا أحد الخيارات، ولكن قد يطلب أن كل السبلت يونت ترتبط مع بعض من خلال نتورك، شبكة نتورك، ومن ثم في جهاز حنأخذ أسماءهم بحول إلى شبكة النتورك الرئيسية الموجودة في المشروع اللي هي بيسموها باكبون، العمود الفقري للشبكة اللي هي بتكون موجود في التليكومنيكيشن روم، السويتش وغيره وإيثرنت كيبل، وبيكون عندي جهاز كمبيوتر بي سي اللي عليه الجرافيكس في الطبقة العليا. فبالتالي من خلال جهاز أو الربط النتورك الأجهزة مع بعض تستطيع مراقبة أجهزة السبلت يونت. لذلك إذا الأونر أو المندوب الأونر الاستشاري أو مذكور في المواصفات أنه مطلوب مراقبة السبلت يونت على البي أم أس، يجب من البداية أنه يتحدد أنه المصنع المانيوفاكشرر تبع السبلت يونت يكون سمارت كنترولر. سمارت كنترولر له لغة صناعية معروفة والأشهرها عندنا في البي أم أس اسمها باكنت، باكنت أوبن بروتوكول، يعني البروتوكول عبارة عن ست أو فرولز، مجموعة من الأنظمة والقواعد المخصصة للمصنعين. أنت إذا بدك تصنع كنترولر إلك يتوافق مع الأنظمة العالمية ويصبح البروتوكول أو اللغة الصناعية التي لديك أوبن، بحيث إنها تقدر أنظمة أخرى تشبك على الكنترولر اللي عندك، فلازم من البداية يتحدد إنه السبلت يونت تكون سمارت وعليها كنترولر قابل للتخاطب مع البي أم أس. طبعاً في عندنا مصطلح ما يسمى الأوكيوبايد والأن أوكيوبايد سيت بوينت، يعني أنت مثلاً كذلك هاي من فوائد البي أم أس انه بيعمل انتجريشن مع الانظمه الثانيه. شو معنى انتجريشن؟ انتجريشن هاند شيكينج، مصافحه، لغه تخاطب بين انظمه مختلفه. يعني انت بدك تتخاطب مع اجهزه الحريق، بدك تتخاطب مع اجهزه الامن والحمايه، بدك تتخاطب مع اجهزه الاناره. مثلا انت صار عندك حريق في منطقه معينه، فبالتالي ممكن هذه الاليه التي ساتكلم عنها يتم تطبيقها من خلال البي ام اس. كيف؟ انه أنظمة الكشف عن الحريق وهي الفاير ألارم سيستم بتبعت أمر للبي أم أس إنه أنا صار عندي حريق، تمام؟ نظام الريق نفسه بيروح بشغل مثلاً مراوح بتشفط السموك، بتطفي مراوح مباشرة، بتعطي أكسجين لهذا المنطقة، والتعاون مع البي أم أس. البي أم أس لازم يراقب هذا الموضوع. طيب البي أم أس بيروح ممكن نظام كاميرا متحرك، مثلاً كاميرا بسموها PTZ، نتيجة أمر الحريق هذا البي أم أس بيحكي للكاميرا تتوجه للمنطقة اللي صار فيها الحريق. ممكن مثلاً أنظمة إنارة بتنير في هذاك المكان، كذلك مثلاً نظام ستائر متحرك، ترتفع الستائر حتى تخبر الآخرين الموجودين في الخارج أنه صار في حريق في هذا المكان. ممكن مثلا بعض الأبواب تقفل، بعض الأبواب تفتح حسب نظام آلية العمل ما يسمى cause and effect في الحريق، وفي تناغم ما بين الحريق والبي أم أس. مثلا على سبيل المثال
ضربنا مثال اوكيوبايد والان اوكيوبايد سنسور، انت لما بتتكلم عن هوتل عن فندق، قبل ما يجي الكاستمر مجرد ما حجز على مثلا على التشيك ان على البوكينج، طبعا لسه هو ما دخل الغرفة، فبالتالي أنا بهيئ له الغرفة، بعمل فيها فريش، بخليها منعنشة عشان يحس بقيمة الفلوس اللي دفعها في الهوتيل، تمام؟ فبالتالي بعطي أن أوكيوبايد سنسور، يعني ما بشغل الماكنة التبريد بكامل طاقتها، برفع الست بوينت بشتغل على جزء منها، هذا نوع من أنواع الانيرجي سيفينج. بعدين لما بدخل الزبون على الغرفة هو بيختار الأوكيوبايد ست بوينت المتاحة له، أو إحنا بنحطها بشكل أوتوماتيكي، إذا يعني على الثيرموستات في أوبشن الأوتوماتيك وفي أوبشن المانيوال. طيب شفتوا أجزاء ممتاز مهندس، النقطة اللي وضحتها لنا أن الأوتوميشنز والبيلدينج مانجمنت سيستم ليس فقط، يعني في السابق الناس تنظر لها فقط للرفاهية للسمارت الأوتوميشنز، أنا أعطي رفاهية أبداً. أنت نقلت لنا أن الأوتوميشنز والأوتوميشنز والبيلدينج مانجمنت لها أبعاد أكثر من كذي، أبعاد إنرجي سيفينج، أبعاد السكيورتي، الأبعاد السيفتي، كل هذه الأبعاد هي تحققها البيلدينج مانجمنت بالإضافة إلى الرفاهية اللي ممكن تكون مصاحبة لهذه التقنية. يعطيك العافية، احنا نستكمل، انا بس حبيت يعني اسلط الضوء على النقطة هذه. حاضرين اي وقت. مثل ما لاحظنا يا شباب اللي هو انه السبلت يونت، انه التبادل الحراري كان اول شيء مع الفريون، هذه الاجزاء كلها مجتمعة مع بعض، الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية، إذا وضعناها مع بعض في قالب واحد يصبح اسمها الباكج يونت، اللي هي الويندو تايب الموجودة في بيوتنا، هذه باكج يونت، الإيفابوريتر والكوندنسر والكمبريسر كلها موجودة مع بعض. كلمة باكج يونت يعني التبادل الحراري ما زال مع مين؟ مع الفريون، أوكي؟ هذه أحد أشكال الباكج يونت، ما يسمى روف توب، بحيث بيكون في خط سبلاي للإير وخط راجع ريتيرن. اوكي طيب، الباكج يونت حكينا، هذا الكوندنسر، وهذه مروحه الكوندنسر، وهذا الكمبرسر، وهذا الايفابوريتر. ولكن تخيلوا معي، اوكي شايفين هذا الشكل، هذا الشكل، هذا واضح الصوره استاذ سالم؟ اي نعم واضح مهندس، تمام. هذا تخيلوا صندوق يا أخوان، الأنابيب اللي موجودة جوا الصندوق هذه أنابيب جواتها الفريون الغاز، وهذه يشبك بها أنابيب داخلة وأنابيب خارجة، أنابيب مياه، هذه أنابيب مياه، بحيث إنه إحنا في الجزء الأول تبع الباكج يونت كان التبادل الحراري مع مين؟ مع فريون، ولكن مع فريون مع هواء، ولكن احنا لغينا الهواء وادخلنا على هذا الصندوق مياه، تدخل المياه هي ووتر ان بدرجه مثلا على سبيل المثال 11 درجه سلسيوس، وبتطلع ووتر اوت مثلا بدرجه 6 سلسيوس. ليش المياه بردت؟ طبعا لازم تحط مضخه بدل المروحه علشان تزيد التبادل الحراري، تسرع تدفق المياه. ليش المي او الميه درجه حرارتها قلت؟ نفس فكره الهواء في الغرفه، اخذت درجه حراره الفريون فبردته من 11 الى 6، وبالمقابل الفريون نفس الفكره حيرتفع من 5 ويرجع ايش 10، نفس الفكرة يا أخوان، تمام؟ طيب بغض النظر عن القراءات، هذه القراءات احنا بنعطيها مش دقيقة أكيوريت 100%، مهندسين الميكانيك أدرى، ولكن للمفهومية التبادل، فكرة التبادل الحراري في هذه الحالة يا أخوان لم يعد اسمها باكج، هذه أصبح ما يسمى تشيلر،
أو ما تسمى المبردات المركزية اللي الثلاثية اللي عليها مراوح اللي بنسمع صوتها. طيب هذه المبردات التشيلر بتودي المية الباردة تطلع لوين؟ للحمل الميكانيكي. الحمل الميكانيكي لما بنحكي حمل ميكانيكي عبارة عن كويل، نفس الكويل اللي شفناه تبع مين؟ الفريون، لكن هون شلنا الفريون يعني طلعوا عليه. هذا أول كويل مثلا موجود في غرفة وهذا ثاني كويل، هذه اعتبروها في غرفة قاعة كبيرة مثلا ميتينج روم، وهذا الكويل موجود في غرفة صغيرة، تمام؟ وفي هنا مروحة وفي هنا مروحة. أنت مرقت مية باردة على كويل داخل الغرفة، خلص فكرة الدي أكس انسيناها. شو يعني الدي أكس؟ يعني فريون، تبادل الهواء مع فريون يعني ماكينات دي أكس، هاي انسيناها راحت في حالها. الحين الجزء الثاني اللي هو المية، المية الباردة تدخل مية باردة على كويل، تمام؟ تتبادل حراريا، تدخل كم؟ نفس درجة الحرارة اللي جت من التشيلر اللي هي 6، تتبادل حراريا مع الهواء الساخن اللي موجود مع الغرفة. المية حترتفع حرارتها من 6 إلى 11 وترجع 11 للتشيلر، والهواء بيبدأ يأخذ درجة حرارة المية الباردة وتبدأ التي تبعته تقل. لكن هنا التحكم في الهواء عن طريق كيف؟ درجة حرارة الهواء عن طريق التحكم في درجة حرارة الموية. الموية عليها محبس، هذا المحبس حنفية، نفس الحنفية اللي في البيت لكن عليها موتور. الموتور بنسميه أكشويتر. الأكشويتر بيكون مربوط مع كنترولر اللي هو المخ، والمخ بأخذ من الثيرموستات اللي عليه الست بوينت. باجي بقول مثلا هذه المنحنى الواي، هذه مثلا نسبة فتح المحبس من 0 إلى 100%، وهذه درجة حرارة الغرفة مثلا 22. بقول له أسماء أخرى، إحنا قلنا هذه المحاضرة سريعة، لنفترض هنا الفرق 3 درجات، يعني 25 درجة بده يكون فاتح المحبس كم؟ خلينا نكبر المنحنى، بده يكون كم فاتح المحبس؟ 100%، يعني درجة الحرارة الهواء ساخنة اللي في الغرفة. وعندما يبدأ الهواء، هذه درجة حرارة الهواء يا أخوان، بيبدأ الكنترولر يعطي أمر للمحبس إنه يقلل الفتحة تدريجياً لغاية ما تصل ل 22 درجة حرارة الست بوينت للهواء المطلوبة، فبالتالي بتكون الفتحة 0%، يعني أغلق الأكشويتر بشكل كامل إنه حقق درجة الحرارة المطلوبة. طبعاً في عوامل أخرى، إحنا زي ما قلنا هاي الدورة سريعة ومفاهيم أساسية. طيب طبعاً ماكينات التكييف والتبريد تقاس بالطن التبريدي. أنت لما بتروح تشتري مكيف بيجي مهندس التكييف بيقول لك هاي الغرفة 2 طن 3 طن. شو معنى طن تبريدي؟ ببساطة الطن التبريدي جاء، أنت تخيل مكعب ثلج وزنه طن، ومرق عليه هواء لمدة 24 ساعة حيذوب، بعد 24 ساعة حيذوب. هو سحب طاقة مقدارها 12000 BTU، British Thermal Unit، وحدة تقابل الطن. علشان هيك في المكيفات بتشوف تقريبا الطن ونص 18000 BTU، تمام؟ فبقول لك هاي الماكينة اللي شفناها اللي بتتبادل حراريا مع ايش؟ مع ميه بارده، هذه اسمها فان كويل يونت. كلمه فان كويل يونت، فان مروحه وكويل ملف وحده يونت. ممكن كلمه فان كويل يونت بشكل عام ممكن يكون تبادل حراري مع غاز، ممكن يكون تبادل حراري مع ميه. يعني الجزء الداخلي السبريت يونت اللي في البيوت كذلك تسمى فان كويل يونت، ولكن هنا الفان كويل يونت تبعتنا تبادل حراري مع مية باردة. إذا كانت 5 طن فما فوق بصير اسمها Air Handling Unit،
محدة مناولة هواء أكبر، بقاعات أكبر، لمجموعة غرف أكثر، عليها أوبشنز أكثر، عليها فلاتر أضخم. يعني أنت الهواء قبل ما دخله على الغرفة بدك تراقب نظافته، فتوضع حساسات لمراقبة نظافة الهواء، كذلك هاي من أهمية البي أم أس. تمام؟ بدك كمان تتحكم في سرعة الهواء، في تبريد الهواء مثل ما احنا شفنا قبل شوي على المثال. طيب نأخذ أمثلة أخرى. مثل ما احنا شايفين هذا النوع الأول من المبردات المركزية وما يسمى Air Cooled Chiller. هذا يوضع، لازم يا أخوان، هذا يوضع على جزء خارجي، يعني يتعرض للهواء الخارجي، لأنه الكوندنسر، مراوح الكوندنسر لازمها هواء خارجي. فبالتالي ممكن يوضع على الأسطح، وممكن يوضع في ساحات خارجية. ومثل ما احنا شايفين هاي المضخة اللي بتعمل تدفق للهواء ودفعه إلى الأحمال الميكانيكية، الفان كول يونت، وهاي الاير هاندلينج يونت اللي تكلمنا عنها. طيب هذا النوع الآخر من المبردات ويسمى ووتر كولد تشيلر، أي تشيلرات. هذه التشيلرات ممكن أنها توضع، طبعاً توضع داخل المبنى وتعطي مياه باردة، نفس الفكرة، مضخة للتدفق إلى الحمض الميكانيكي. ممكن تكون وحدة مناولة هواء أو فان كول يونت، وجزء الكوندنسر لا يتبادل حراري، لا يتم تسريع التبادل من خلال مروحة، لا، مع مياه كذلك. فكيف بتم التبادل الحراري؟ مع يسمى بأبراج التبريد، الكولينج تاور. تمام؟ طيب طبعا احنا في عندنا ما يسمى تو بايب سيستم او فور بايب سيستم. التو بايب يعني انه بيكون عندنا كويل واحد فقط، ممكن تشغله يا اما تبريد يا اما تسخين. اها، اذا المصدر الاول من مصادر الهواء الساخن تبادل الهواء مع مياه ساخنه من خلال ما تسمى الغلايات او البويلر. ممكن انت تشغله سمر مود او وينتر مود، او ما يسمى الفور بايب سيستم. الفور بايب سيستم يعني بيكون في الحمل ملفين، ملف خاص للتشيلرات وملف خاص للبويلرات للتسخين، وكل ملف عليه فالف، المحبس للتحكم في درجة الحرارة، ولكن التحكم في محبس الحرارة عكس البرودة بلا شك. طبعا هناك أنواع، كذلك دورة البي ام اس بتعطيك أنواع كثيرة من المحابس، منها مثلا التو، إنه المية بتندفع في اتجاه واحد فقط، فبالتالي أنت إذا ما بدك، إذا اكتفيت في درجة الحرارة تعطي أمر للإغلاق الكامل. وإذا بدك ثريوي مثلا، إذا بيكون عندنا ما يسمى الباي باس، إما مثلا إذا بدك حمل يعني بتفتح الأكشويتر فبتمرق المية للكويل وبترجعها، يعني إنه بدك حمل، ولكن إذا اكتفيت تقفل، فالموية بدل ما تروح للكويل بتروح عبر البايس. هذا نوع آخر من أنواع، وكذلك في ما يسمى Pressure Independent Control Valve وغيره وغيراته. طبعا لا تنسوا هذا البند، أغلب المشاريع يا أستاذ سالم ويا أيها الإخوة، ما يسمى Pressure Independent Control Valve. يعني أنت يا بغوش بدك تقول لي أنه كمان البي أم أس بيختار المحابس؟ عادة المحابس يتم اختيارها من مهندس الميكانيك، لكن أقولكم أغلب المشاريع في المواصفات تندرج محابس التحكم تحت مواصفات البي ام اس، والبي ام اس سبلاير هو اللي بيختار. تمام؟ ممكن نفس المصنع اذا براند معين، او بيجيبها من ثيرد بارت، من شركه اخرى مهتمه في تصنيع المحابس. طيب اوكي، هذا حكينا. طبعا ايوه، المحابس ممكن تكون موديوليتنج. شو يعني موديوليتنج؟ يعني متغيره، مش انه بفتح اون او اوف. موديوليتنج بروبورشنال انالوج. اذا طلعوا يا اخوان، اذا الكنترولر ببعت امر للمحبس انه يفتح تدريجيا، هذه ما تسمى انالوج اوتبوت بوينت، نقطه
في ام اس نتعامل معه بالنقاط. كل إليمنت يتم مراقبته ويتم التحكم فيه تعتبر نقطة، وبيحجز له مكان على الكنترولر. يعني بتقول كنترولر أو لوحة تحكم بالبي أم أس اسمها دايركت ديجيتال كنترولر، تصمم على عدد أقصى من النقاط ويؤخذ فيها سبير 20%، وذلك حسب المكان اللي موجودة فيه، حسب الأجهزة اللي بدها ترتبط فيه. طيب المثال الأول على النقاط، أنت بدك تتحكم في محبس بشكل تدريجي analog modulating proportional بالنسبة للكنترولر، أنت بتعطي أمر، إذا هذا analog output. طيب بعد ما فتح المحبس مثلا، أنا أعطيته أمر أنه يفتح مثلا 40%، شو اللي ضمن لي أنه فتح 40%؟ بدي أخذ منه فيدباك أنه فعلاً فتح 40%. بالنسبة إلي أنا ككنترولر أصبحت أنالوج إنبوت، إذن بعطيه نقطة، أي نقطة أنالوج أوتبوت، أخذت منه نقطة أنالوج إنبوت. الحساس اللي قاس الحرارة يعتبر أنالوج إنبوت. ليش أنالوج؟ هو ما أعطاني قيمة مثلاً 22 أو 23 فقط، 0 أو 1، لا، هو أعطاني قراءة تدريجية 22 23 24 وهكذا. تمام، هذه مثال حي. طيب الأون أوف، لنفترض أنه هذا المحبس مثلا فتح كامل وأقفال كامل، فيه هيك أنواع، يا زيرو يا ون، يا أون يا أوف، يبيض يسود. تمام، فبالتالي أنت أعطيت أمر، الكنترولر أعطى أمر للمحبس أنه فتح كامل أو إغلاق كامل، فبالتالي هذه بالنسبة إلي أنا ككنترولر تعتبر output، وبأنها on أو off تسمى binary أو digital، كلاهما نفس المعنى 0 أو 1. تمام؟ أوكي، هذه أشهر أنواع التحكم. طيب المصدر الآخر من مصادر الحصول على الهواء الساخن اللي هو عكس دورة التبريد، انت بتشتغل تشتري مكيف من السوق، بتقول له بدي حامي بارد، فيطلق عليه مصطلح هيت بامب، برضو دي اكس فريون، هيت بامب للفريون او للريفريجرنت اللي هو الفريون. بيكون في محبس يسمى فور واي فالف، مش قلنا احنا مخرج الكمبريسر بيكون حرارة عالية للفريون، بأخذ نفس الحرارة هاي بروح بوديها للإندور يونت مباشرة عشان يستغل سخونة الفريون في الشتاء. تمام، هذا المصدر الثاني. طيب هذا مثال بسيط شو أهمية البي أم أس. شوفوا يا أخوان، عملية التحكم في التشيلرات إما تتم إنه نفس اللي بورد التشيلرات كأنه بي أم أس صغير، يعني ما يسمى سنترال أو تشيلر بلانت مانجر، يعني بجيب لوحة تحكم هو نفسه اللي بورد التشيلرات، تشيلر بلانت مانجر، بربط المضخات كلها مع بعض، والتشيلرات والمحابس العزل هذه بسموها isolation valve، وبيعمل السيكونس الأوبريشن كاملة، وفي الآخر بتخاطب مع البي أم أس مونيتورينج أونلي. في عندنا مصطلح كنترول وفي مونيتورينج. كنترول يعني البي أم أس ببعث أوامر، ومونيتورينج بتلقى فيدباك أو رايت كنترول أو ريد مونيتور. طيب ولكن قد يطلب إنه مقابل كل تشيلر ومضخته في دي دي سي، دي دي سي اللوحة التحكم الخاصة في البي أم أس اسمها دايركت ديجيتال كنترولر، كذلك دي دي سي، دي دي سي، في الآخر كل الدي دي سيات ترتبط مع بعض ويتم مراقبتها من وين؟ من الورك ستيشن اللي هي الكمبيوتر الموجود في الطبقة العليا اللي حكينا. طيب طبعا في ما يسمى الديستريكت كولينج اللي هو بتكون التشيلر بلانت موجودة في مكان بعيد عن، وأتوقع مشروعكم والله أعلم حيكون مثل هذا التصميم،
انه هو حيصير في ايش، حيكون في تشيلر بلانت وبويلر بلانت موجوده في مكان بعيد، ويتم هذا الحل الاول، ويتم تزويد المياه البارده عند مدخل كل عماره اذا كانت عماره، او نوع ثاني مش مي، مش حل ميه، بيعرفوه اخواننا المهندسين الميكانيك ما يسمى variable refrigerant volume VRF، بتكون ماكينة outdoor اللي هي condensing unit وبتوزع فريون على ماكينات indoor fan coil unit، يعني ماكينة outdoor واحدة وبتوزع على كذا indoor. كذلك هذا solution موجود ويتم التخاطب مع البي ام اس من خلال وحدة الأوتدور الخارجية. في نظام مهم جدا في توفير الطاقة وتخفيف الحمل على التشيلرات، لأن التشيلرات كذلك فيها سوليوشن إنه الكمبريسر الضغطات اللي فيها أنواع مختلفة علشان توفير في فاتورة الكهرباء. في نظام مساعد للتشيلرات ما تسمى ثيرمال ستورج تانك. الثيرمال ستورج تانك يعني أنت مثلا التشيلر، مثلا نفترض الذروه البيك مثلا من 11 AM لغايه الثلاثة AM، ليش بحط درجه انا 3 11 AM لا 3 PM، سوري، هاي يعني في الظهر من 11 AM ل 3 PM. طيب شو اللي بصير غير هالساعات هاي والتشيلر شغال؟ بيودي المياه الباردة للأحمال الميكانيكية، وجزء لمين؟ بيخزن المياه الباردة في الثيرمال ستورج تانك. طيب في الذروة بروح بطفي جزء كبير من التشيلر، وأحياناً التشيلر كامل، وبحط مضخة هنا على الثيرمال ستورج تانك بحيث أنها تدفع المياه الباردة للأحمال. يعني شوفوا قديش أنا وفرت في استهلاك الكهرباء من خلال الثيرمال ستورج تانك، وهو أحد أقوى الحلول في التبريد لتوفير استهلاك الكهرباء. طبعاً هذه أشكال الاير هاندلينج يونت مثل ما احنا شايفين. هذا ما يسمى الدامبر يا إخوان، هذا ما يسمى الدامبر للفتح والإغلاق، بحيث أنه مثلاً هذا الهواء، طبعاً بيجي الهواء فريش، هذا فريش اير بيجي من الهواء من الخارج، بتم فلترته ومراقبة نقاوة الهواء، ومن ثم تبريده أو تسخينه. هذه الكويلات وهذه الأكشويترز سواء على الكولينج كويل أو على الهيتينج كويل، وهي المروحة السبلاي فان كذلك يوجد عليها حساس لأنه يحكي لي أنه المروحة دارت أو لا، وإذا في عليها مشاكل أو لا، وإذا أعطتني ألارم أو لا. تمام، فبتدفع الهواء البارد، الهواء البارد هذا السبلاي اير اللي بروح على الغرف برجع ريتيرن اير. طيب في لاحظين نسبه خلط، ليش هذه؟ هذه كذلك من الانرجي سيفنج، من توفير الطاقه. هذا ما يسمى الايكونومايزر بوكس، البوكس الاقتصادي، بحيث اني انا اضع حساس للحراره على الفريش، واضع حساس حراره على الهواء الراجع، وانا بقول مثلا ضمن معادله معينه، طالما الهواء الخارجي مرات تيجي نسمات عليلة، فبالتالي ما في داعي أفتح الكولينج كويل. فإذا هذا الكولينج كويل أكشويتر طفى طفى طفى، بالآخر التشيلر الكبير بطفي، أو مش بطفي، بيشتغل بارشل، جزء منه مش بكامل طاقته. طيب نرجع لهذا المثال، فإذا كانت درجة الحرارة الهواء الخارجية أقل من الراجع، بروح بسكر هذا الريتير أعلى ما يمكن، وبفتح الفريش أعلى ما يمكن علشان يجيب لهواء ذو النسمات العليلة والموفر للطاقة. هذا مثال آخر على توفير الطاقة. هذا شكل الدامبر وهذا شكل أكشويتر. طبعاً الدامبر يأتي مع ماكنة التبريد، والأكشويتر هو الذي يتم اختياره بناء على مساحة الدامبر وسرعة الهواء، وفي عوامل كثيرة كذلك في توفير الطاقة. مثال مهم جدا ما يسمى الثيرمال ويل. تخيل انت بتزود الهواء، مثلا هواء ساخن لغرفه معينه، وبدك انت الهواء رجع ساخن، بدكش تفتح مصدر ساخن، بدك تستغل
أكبر قدر ممكن من حرارة الهواء الراجع. فبدكش تفتح هواء ساخن، هذا كذلك ما يسمى ثيرمال ويل، عجلة بتبادل حرارياً مع الهواء الراجع، بس ما بتخلط الهواء، تستغل الهواء فقط. طيب في ولكن في نسبة خلط 5 إلى 10%. في المستشفيات هذا ما بينفع في غرف العمليات. تخيل أنت غرفة مجرثمة مثلاً وفيها نسبة خلط مش لازم يكون 1%، 0% مش لازم، 0% لازم يكون نسبة الخلط. فبالتالي علشان يتجنبوا هذا السوليوشن بأخذوا هذا الحل اللي هو الليكويد كابلت هيت اكسشينجر، يعني بدل ما تتبادل حراريا مع هواء مع مية، انت استغليت حرارة الهواء المية اللي راجع. طيب هذه الفان كول يونت عادة بتكون 3 سرعات، كذلك عليها اما كولين كويل هيتينج كويل، برضو في عندنا فلتر. طيب في مثال اخر لماكينات التكييف وكذلك لتوفير الطاقة، مثال مهم جدا. انتوا احيانا في المكاتب يا شباب بيكونوا اللي موجودين العاملين على اطراف المبنى باتجاه الشمس، تمام؟ مثلا انت بدك تبرد، يعني هذا ساتيسفايد مثلا لانه حقق درجة الحرارة المطلوبة، بينما العاملون داخل الغرفة او المبنى اذا كان في سكشنز، يعني طبيعة المكاتب السكشن، أنت متخيلين بعيدين عن الشمس وأنت تبريد، حيشعروا بالبرد الزيادة. بيحكوا لجماعة الصيانة يا عمي ارفعوا 6 بوينت، إحنا أهلكنا من البرد. بتصير في المكاتب وأكيد جربتوها. ليش؟ لأنه الهواء جاي ثابت، جاي مثلا 16 درجة عليهم، برمي للي في النص وبرمي اللي على الطرف نفس الحرارة. فعلشان يراعوا ويراضوا الكاستمرز اللي موجودين في النص واللي موجودين على الأطراف، وجدوا ما يسمى variable air volume box، عبارة عن دامبر موجود على كل غرفة مع إيش؟ مع الثيرموستات تبعه. هي يصير يتحكم في كمية الهواء البارد اللي داخل على كل غرفة. فأنت هيك أرضيت الزبائن كلهم. طيب ناخذ مثال رائع على توفير الطاقه وكذلك على الابنيه الخضراء. هون مهندس ممكن استعراض، يعني استطراد، يعني حاليا المكيفات اللي قاعد تسوق لها الجديده يذكر لها بالبي ار اف، انت تقصده بهذا الناحيه؟ نعم. وهنا يكون عملية التحكم بالعملية درجة الحرارة في كل حيز داخل المبنى، غير معلش معلش هذا غير البي ار اف اللي بحكي عليه، غير البي ار اف. ممتاز. البي ار اف في توفير طاقه. لا لحظه لا عادي، احنا بس طاقة. عشان لا خليك معي استاذ سالم، خليك معي بس اقول لك شغله. معلش، هو في النهايه البي ار اف بيوزع على وحدات اندور، وحدات داخليه، تمام؟ نفس فكره الفان كول يونت المتصله مع الثيرموستات، تمام؟ نفس الفكرة هاي اللي أنا بدي أعرضها، بس الـ VRF التبادل الحراري مع فريون، مع الفريجرانت. فإذا كان هذا حقق الست بوينت حيقفل الإكسبانشن فالف اللي حكيناه، حيقفل هذا الإكسبانشن فالف، حيقفل الإكسبانشن فالف زي البالونة اللي بتنفخ فيها. هذا قفل، هذا قفل، هذا قفل، وهذا بضغط الفريون، بضغط الفريون، فبالتالي الضغط اللي في الأنابيب حيرتفع. فلازم يكون عندي حساس، تمام، سنسور حيقول للكنترولر اللي موجود في الوحدة الخارجية يا عم الضغط ارتفع، فأعطي أمر للكمبرسر تبعتك إنه يقلل سرعته. من هنا جاءت variable refrigerant volume، التحكم في حجم الفريون الذي يتم ضخه إلى الوحدات الداخلية، تمام؟ نفس الفكرة هاي أستاذ سالم على نظام الهواء البارد، نفس الفكرة. أنت بتتحكم في هواء بارد بدل فريون، فبالتالي اللي شغال في هاي الغرفة والعامل في هاي الغرفة والعامل في والمدير في هذه الغرفة حقق الست بوينت، قفل الدامبرز، الضغط في الدكت شو صار فيه؟
الضغط ارتفع، ففي حساس للضغط حيقول لا الكنترولر اللي عندي لوحة الدي دي سي انه الضغط ماله ارتفع. ففي عندنا ما يسمى منظمات السرعة variable frequency drive، حتقول لا الفاريبل فريكوانسي درايف بدل ما كانت مثلا 40 هرتز نزلي سرعتك ل 20 هرتز تردد السرعه. هذا الفي اف دي يا اخوان بنزل الطاقه لثلثين، تخيلين يعني قديش بوفر على فاتوره الكهرباء. والسيمي ماست في الابنيه الجرين بيلدينج حسب الابلكيشن، يعني كل المراوح عليها في اف دي. كيف انت الدمر، الدمر اللي في الاناره اللي بتتحكم في شده الاناره مش اون اوف، نفس الفكره. تفضل استاذ سالم، هل اجبتك عن سؤالك؟ اي نعم، الله يعطيك العافيه. على راسي يا سيدي، الله يسلمك. احنا بس هذه في نتمنى في الجزئيه الاخيره تقارنها، سواء كانت مدى قابليه تطبيقها في القطاع السكني الصغير اللي 400 متر مربع والمباني الكبيرة. أعتقد أن في فروقات يعني حسب الكوست. تمام، يعني 100% كلامك. هذا الـ VAV في المباني السكنية، في المستشفيات، في الهوتلز، في المكاتب الشركات، تمام. ولكن أنا لحد الآن اللي شفته مثل ما تفضلت أنت في القطاع السكني، يبدو انه مور ورثي كناحيه تكلفه الفاريبل ريفريجرنت فوليوم. شفتوا في المدن السكنيه هون بومينج عليه، واللي اقدر يحكم مني مهندس الاتش فاك اللي هو الهيتنج فنتليتنج اند اير كونديشنينج، مهندس التكييف والتبريد، هو الاقدر في الحكم. هو في النهايه بيجي بيحكي لي بعد ما يقرروا يخصصوا ميزانيه للبي ام اس، تعال يا عمي هاي مهندس الميكانيك، هاي سيكونس اوف اوبريشن، هاي السكيماتيك دياجرام المتعلقه بالميكانيكال ديزاين، هاي البريمينري دروينج، التندر، البي او كيو، كلها هاي الدوكيومنتس مطلوبه في البدايه. فالبي ام اس بيبدا يعمل ديزاين بناء عليه، تمام. اوكي استاذي، في ملاحظه اخرى الى الان؟ تسلم مهندس، تقدر يعني تكمل جزء. احنا ما زال معنا وقت، انت على طول احكي لي. اي لا تو باقي لما نقفز للابنيه الخضراء. المهم انه حكينا عن الانالوج، انواع النقاط، قلنا الحساسات انالوج انبوت، اذا بتعطي امر متغير انالوج اوتبوت، اذا بتستقبل مثلا انت عندك على سبيل المثال هذا الدامبر اللي شفناه، هذا الدامبر الذي رايناه قبل قليل، هذا بيكون عليه اكشويتر، الاكشويتر اللي وريت اياه هذا. طيب لما الدامبر مثلا تعطيه امر اون اوف، يفتح بشكل مره واحده 100%، طيب انت بدك منه فيدباك انه انه فتح، تمام. انت بتعطيه امر فتح، هو مقفل حسب الانيشيال بوزيشن تبعه، الوضع البدائي تبعه، هل هو فاتح كامل ولا مقفل كامل. فاذا كان مقفل كامل انت بتعطيه امر فتح كامل مره واحده، باخذ تايم اكيد. طيب في له ما يسمى ليميت سويتش، سويتش اون اوف، هذا بروح على الكنترولر تبعنا اللي هو الدي دي سي بيحكي لي انه فتح. طيب هذه الفيدباك باينري، يا فاتح يا مغلق، يا زيرو يا ون أو ديجيتال. إذن بالنسبة للكنترولر هي ديجيتال إنبوت. إذن هذول الأربع سيجنال المهمين في البزنس تبعنا في البي أم أس. أوكي، المصدر الثالث من مصادر الهواء الساخن إنك توضع سخان كهربائي، بحيث إنه الجزء هذا موجود في الدكت في مجاري الهواء زي اللي موجود عندنا في البيوت، هذه اليو شيب سخانات، ولكن عندنا يو هاف تو ميك شور انه الهواء فلو. ما بينفع السخان الكهربائي يشتغل والهواء طافي، يعني لازم في سريان للهواء.
عشان هيك بيكون في حساسات حساسات انه الهواء مر. طيب انا كذلك مثل ما قلت لكم عشان احقق الرطوبه النسبيه اذا كانت منخفضه وبدي ازيدها بستخدم ما يسمى الهيوميديفاير المرطب. المرطب مثل ما احنا شايفين بيكون في لوحه بجانب الاير هاندلنج يونت في غرفه الالكتروميكانيكال عباره عن سلندرز غلايات بمر فيها ملي امبير شورت سيركت بسخن الميه تطلع الميه على شكل بخار زي ما احنا شايفين بتوزع في الدكت فبالتالي بزيد الرطوبه اللي موجوده في الدكت اللي رايحه للغرف. هذا موضوع الفاير الارم او السموك، لازم يكون في عندي كاشف للحريق في مجاري الهواء وكاشف للحريق في الزون في يعني كاشف الحريق في الهواء هنا بيكون موجود في الدكت تمام في الهواء اللي راجع، بحيث انه اذا كشف وجود سموك في الهواء بروح مثلا بسكر الدامبر الفريش على سبيل المثال وبفتح الدامبر اللي عشان يطرد الهواء للخارج الهواء اللي مدخن. فإذا كان عندي مروحة طاردة للهواء السموك بفتح الإكزوست دامبر وبطرد الهواء للخارج وبطفي المروحة السبلاي اللي هي حتزود أكسجين للمنطقة اللي بتزودها. ولكن في كذلك انتجريشن أو انترفيس مع المراوح اللي بتستكشف وجود حريق في المبنى هذا الموجود على السقف المستعار على الفول سيلينج، بحيث انه هذا متصل مع لوحه الفاير فاير الارم سيستم. الفاير الارم سيستم بروح بحكي للوحه التحكم بالمحركات اسمها ام سي سي موتور كنترول سنتر، حيث يوجد فيها مفاتيح الكتروماجنتيك او ما يسمى الكونتاكتر. الاخوان اللي مش في الكهرباء يعني في عندنا مفتاح كهرومغناطيسي، يعني انت بتفصل وبتوصل من خلال القاطع الكهرباء تمام. في عندنا ما يسمى او الكونتاكتر فكرته انه مثلا هذا كويل اذا مركت تيار كهربائي على ملف في قطعه حديديه تجذب ملامسات، فالملامسات يا بتقفل يا بتوصل ببساطه شديده. طبعا احنا في الدوره من تبعت البي ام اس بنستفيد فيها في لوحات التحكم، ولكن هنا احنا بنجمع افكار وكيف نستفيد من هذا المشروع اذا اخذ بي ام اس يعني طبق بي ام اس. هذه لوحات التحكم مباشره بتحكي لمراوح السموك انها تشتغل. طب شو دور البي ام اس؟ دور البي ام اس انه يعمل مونيتورينج اذا اشتغلت او طفت او اعطت الارم، وكذلك ممكن انه يعطي اوامر الها تشتغل في حاله الصيانه في حاله التستنج اند كوميشننج. ولكن وين ما بتسمع فاير الارم وين ما بتسمع سموك هذا كريتيكال، ما بينتظر من اي نظام في الدنيا انه هو ياخذ اكشن. افترض انه طلع او صار في مشكله فبالتالي بتلقى الامر مباشره من لوحه التحكم الخاصه بالمحركات. كذلك في عندنا ما تسمى مراوح بيت الدرج، انت مثلا على سبيل المثال موجود في الطابق الثالث وهذا الطابق الرابع وهذا الطابق الثاني وتم استشعار وجود سموك والناس حتهرب من باب الخروج، بالتالي بدكش السموك يلحقهم، فبالتالي في مراوح بتضغط الهواء في بيت الدرج على ضغط خفيف جدا بحيث انه هذا الضغط قابل انك انت تفتح الباب وبنفس الوقت قادر انك تحشر السموك داخل الطابق. طيب البي ام اس شو دوره؟ نفس الشيء مونيتورينج، ولكن البي ام اس له دور مهم هنا انه هذه المروحه في عليها في اف دي، في اف دي يعني منظم السرعه، منظم السرعه يعني في عندنا هنا بريشر سنسور بيستشعر الضغط في بيت الدرج، بعطي امر لمين؟ لوحه التحكم اللي اسمها دي دي سي، فبيحكي للفي اف دي اما يعلي او يقلل سرعته علشان يحافظ على الضغط الموجود
في بيت الدرج. من التطبيقات المهمة كذلك مراقبة عوادم السيارات CO reading أو المونوكسايد سنسور بغطي مثلاً 14 متر راديوس نصف قطر، بحيث أنه في مراوح بسموها جيت فانز اللي بنشوفها في الأنفاق يا أخوان، بحيث أنها هاي مثلاً تشتغل على سرعة معينة تطرد عوادم السيارات لطرف الباركينج المغلق، وبيكون عندي هنا إكزوست فان كبيرة وبتطرد العوادم إلى الخارج. طيب البي أم أس مش بس تكييف وتبريد والتحكم مراقب تكييف وتبريد، البي أم أس ممكن يراقب أي منشأة إلكتروميكانيكية، مثل هنا مثلاً إحنا عندنا في مصطلحات الأبنية البوتابل ووتر، المياه النظيفة اللي بتروح للمغاسل أو للشاور، ومجرد استخدامها صار اسمها جري ووتر. هذه الجري ووتر ممكن يتم معالجتها من خلال سوفتنر وترد يعاد استخدامها، هذا كذلك في المباني الخضراء. فأنت وين ما في تنك مي، وين ما في تنك ديزل، راقبه، أطلب مراقبته على البي أم أس. مضخات متى اشتغلت، متى صار فيها على ألارم، أطلب أنه يتم مراقبتها. الحين يا أخوان شوف، أي نظام إلكتروميكانيكال سيستم يتم مراقبته في كثير، بس أنا بدي أختصر لكم إياه في عبارتين، إما سمارت كنترولر زي مين، زي السبليت يونت، بحيث أنه يحكي مع البي أم أس من خلال بروتوكول، وقلنا أشهر بروتوكول شو اسمه، باك نت، تنسوش هذا الاسم، تمام، هذا بيحكي باك نت وأنا بحكي باك نت، طريقة تناقل المعلومة مختلفة بس اللغة واحدة. أو يعني هذا السيستم بغض النظر شو هو، يعني مثلا أجهزة طبية بدك تراقب الغازات الطبية في المستشفى، ارتفعت خفضت صارت فيها مشاكل، فأنتوا من بداية المشروع بتحددوا شو نوع النقاط الديجيتال إنبوت أنالوج إنبوت أنالوج أوت ديجيتال أوت اللي مطلوب مراقبتها وين، على الجرافيكس تبعت البي أم أس رقم واحد. الطريقة الثانية الحصول على هذه النقاط ما يسمى VFC أو Dry Contact Voltage Free Contact، يعني من خلال سويتشات، سويتش يعني هو هذا النظام الإلكتروميكانيكال بقول لي إذا ارتفعت القيمة الفلانية عن حد معين أنا راح أعطيك سويتش يا أون يا أوف، خذها أنت عندك على الكنترولر على الدي دي سي وقول مثلا هذا السويتش إذا زيرو، إذا أوبن مثلا إنه نورمال، وإذا ون أو كلوز إنه مثلا ألار. التانك زي العوامة اللي بتكون موجودة على تنكات المي عندنا في البيوت، عوامة والله يا عمي التانك ممتلئ مثلا ون، خلص السويتش مسكر، فضي التانك نزلت لتحت صارت أوف، صارت أوبن زيرو، فأنت بتعطي مسج على البي أم أس إنه فل أو إمبتي، تمام؟ فأنت بتتحكم في المسجات. هذا مثال على الديجيتال إنبوت. فأنا مثلا هذا التانك متصل على لوحة التحكم هنا على سويتش، وأنا بأخذها على الجاهز عندي على الكنترولر على الدي دي سي اللي سميناها لوحة التحكم تبعت البي أم أس. كذلك في مصطلح المياه العادمة اللي هي يعني من الحمامات، هذه المياه العادمة كذلك يا أخوان ممكن استغلالها، ممكن تروح على ما يسمى Water Treatment Plant، يتم معالجتها معالجة كيميائية وتستخدم في الري، هذه المياه ممكن تؤخذ وتستخدم في الإريجيشن ويتم مراقبة الإريجيشن كذلك. طيب مضخات الحريق، مضخات الحريق إلها وحدة تحكم خاصة فيها، فأنا براقب تنك المية اللي خاص بالحريق إذا كان فيه تنك خاص، المضخات مثلا مضخات الحريق في ما يسمى جوكي بامب، إلكتريكال بامب، ديزل بامب، بحيث إنه إذا الإلكتريكال بامب مثلا قطعت الكهرباء مصدر التغذية، طب شو ما نطفيش، لازم يكون في ديزل بامب تشتغل على الديزل ويتم مراقبتها عبر البي أم أس. هذه المضخات الغاطسة تكون في البيزمنت اللي هي للمياه العادمة،
بتكون بسموها صمبت، كذلك يتم مراقبتها. هذه هي لوحه الموتور كنترول سنتر اللي حكيت لكم عنها، يكون عليه مفتاح اوتوماتيك او مانيوال. مانيوال يعني يتم تشغيل المحرك، هذا المحرك يا ان بيكون مراقب عفوا مشبوك مع مروحه فان او مع مضخه، فيتم التحكم به بشكل مانيولي من نفس اللوحه اون او اوف، او بشكل اوتيكي من وين؟ من البي ام اس. من وين تحديدا؟ من الدي دي سي. انت بتعطي امر لهاي اللوحه ديجيتال اوتبوت انه ستارت، ابدا بالعمل، او بتاخذ منه فيدباك ديجيتال انبوت انه الماتور دار، او بتاخذ الارم كمان ديجيتال انبوت انذر سيجنال تريب. تريب سيجنال، شو يعني مصطلح التريب في الكهرباء؟ انه فصل على الاوفرلود ريلي. في هذه كمان قطعه بنسميها اذا ارتفع التيار الكهربائي عن الحمل المقرر له فبعطيني سيجنال انه صار في عندي الارم. هذا هو الفي اف دي، منظم السرعه. شايفين مثلا الباور من 100% الى 35%. هذه انواع الاشارات. هو انت لما بتعطي امر من، شايفين يا اخوان، هذه طبعا الماده انا باذن الله راح اعطي للاستاذ سالم الماده كامله للدوره اللي بعطيها على الباوربوينت حتى تستفيدوا منها، وفي مراجع موجوده على النت فري مش تابع على اي حدا، اي واحد بيقدر ينزلها مش حكر لاحد، تمام؟ فحتى الكل يستفيد منها باذن الله. معي مهندس سالم؟ اي نعم معك مهندس. باذن الله بعد حابعث لك رابط على جوجل درايف، في كتب وفي مراجع وفي نفس الدوره اللي بعطيها الباوربوينت حتى يستفيد منها الجميع ان شاء الله. باذن تمام؟ الله ساضعها بتقرير اللي خاص بالدوره، راح ابعثها للاخوان اللي يتواصلون معنا عن طريق الواتساب اللي تم اعلان عنه بالدوره. راح نبعث لهم تسجيل لهذه الدوره وايضا التقرير كامل بالمواد اللي راح تزودونها اياها ان شاء الله. ولا يهمك هذا، يعني انا مباشره حبعث لك الرابط تبع الجوجل درايف، لانه في كتب وفي مراجع كثير كويسه بيستفيد منها الجميع ان شاء الله. طيب هذه لوحه الدي دي سي دايركت ديجيتال كنترولر. هذا الكنترولر مع الوحدات الطرفيه، يعني مثلا انت عندك كنترولر له قدره استيعابيه على عدد معين من نقاط الدخل والخرج، واذا كانت هذه اللوحه مرتبطه على اكثر من جهاز لا يكفي لهذا الكنترولر، تضطر الى تركيب وحدات انبوت اوتبوت اخرى، ولكن سي بي يو واحد فقط، مخ واحد تابع لهاي. وفي عندنا كذلك، احنا عندنا يا اخوان لوحات التحكم تبعتنا 24 فولت اي سي، 24 فولت اي سي في البي ام اس، يعني البي الدي دي سي بدخلها 220 فولت اي سي في الكويت، 220 فيز تو نيوترال او 230 اتوقع، فبتدخل على الستيب داون ترانسفورمر ل 24، يتم توزيع ال 24 فولت هاي للكنترولر اذا في عندي ريليز داخليه لامبس وات ايفر، وللوحدات الخارجيه زي ما احنا شفنا اذا في اكشويتر، اذا في حساسات تحتاج الى فولتيه. طيب هذا نفس التشبيه اللي حكيت لكم اياه، نفس الفكر انه في وحدات دخل وخرج، نفس الفكره اللي حكيناها كذلك. اي مزود بي ام اس يجب انه يعطيك ريكومندد كيبل سبيسيفيكيشن او ريكويرمنت لكل نوع اشاره، للانالوج انبوت، للديجيتال انبوت، للديجيتال اوتبوت، للانالوج انبوت، كم الطول المسموح فيه من الدي دي سي لغايه الفيلد ديفايس اللي يعني هذا الكيبل، كم الماكسيمم لينث عشان ما يصيرش في عندنا فولتج دروب، كم مساحه المقطع، كم فرده او كم واير. طبعا احنا عندنا في الوايرات، طبعا اذا كان عندك هذا الواير، لما بنحكي احنا مثلا 1 مليمتر سكوير
هي مساحة مقطع الموصل النحاس اللي على الوير الواحد. يعني لو كان عندك أنت كيبل في اثنين وير فبصير اسمه اثنين في واحد مليمتر سكوير، هذا يقابل وحدة أخرى مثلا بالأمريكان واير جيج اللي هي مثلا 20، في جدول على الجوجل ما لها حسبة. طيب هذا كل ما زاد، كل ما زادت مساحة مقطع الموصل، مثلا 2.5 مليمتر سكوير أكيد مساحة المقطع أكبر، هذا كل ما قلت قيمته بزيد مساحة المقطع الموصل. طيب. كذلك إنه مثلا الإشارات الأنالوج لازم يكون الكيبل شيلدد، يعني هو الريكومندد إنه الكيبل الواير اللي جواته تكون توستد. هذه الفكرة عشان إلغاء النويز، يعني كيبل بيكون بوزيتيف كيبل نيجاتيف، هاي بتكون دي سي مثلا هذه اي سي، فإذا اجت نويز هنا عملت ديستورشن للسيجنال بتكملها وين؟ في السالب. وكذلك يكون عليها شيلد، طبقة عازلة للإلكتروماجنتيك فيلدز اللي عشان تحمي إشارة الأنالوج، لأنه بتكون إشارة ضعيفة بالملي أمبير. طيب إحنا عندنا الحساسات يا أخوان نوعين، بسموها باسيف أو أكتيف. باسيف يعني أنت بتشبك السنسور زي سنسور الحرارة مباشرة على الكنترولر. الأكتيف تحتاج إلى 24 فولت أي سي علشان تخلي البورد الإلكتروني للحساس يقدر يبعث إشارة للكنترولر. يعني كيف؟ يعني مثلا أنا عندي هذا الدي دي سي وهذا الأنالوج إنبوت، مثلا هذا الأنالوج إنبوت رقم 1 والكومون تبعه، وهذا الـ 24 فولت هوت والكومون تبعه تبع المحول، تمام. وأنا عندي مثلا سنسور رطوبة نسبية. طيب هو نفس السنسور بقول لك أعطيني أنا كومون وأعطيني 24 فولت إي سي وخذ مني سيجنال مثلا الرطوبة النسبية من 0 ل 100%. الكنترولر ما بفهم 0 ل 100%، ما بفهم القراءة أو الفاريابل. شو بيفهم؟ بيفهم إما إشارة فولتية من 0 ل 10 فولت دي سي أو 4 ل 20 ملي أمبير دي سي، بحيث إنه 0 فولت دي سي تعبر عن 0 بأمبير، 10 فولت دي سي تعبر عن 100%، وما بينهما نسبة وتناسب. يعني إذا قرأ هذا الريلاتيف 50% الرطوبة النسبية كم بيطلع؟ بيطلع 5 فولت دي سي. يعني هنا السيجنال بيطلع 5 فولت دي سي للأنالوج إنبوت، والكومون مع الكومون والكومون مع الكومون، وال 24 فولت 24 فولت. إذا مثلا قاس رطوبة نسبية 30% حيطلع 3 فولت دي سي للأنالوج إنبوت. هيك فهم إنه الرطوبة النسبية كم؟ 30%. هذه أغلب تطبيقات الأكتيف سنسور على البرشر وعلى السي أو 2 وعلى السي أو، وين ما بتسمع الترانزميتر الترانسديوسر أكتيف سنسور تقريبا كلهم نفس المعنى. يعني ما بيعطي إشارة إلا إذا أعطيته 24 فولت أي سي. كذلك في البي أم أس عندنا حلول رائعة لاستخدام الوايرلس سوليوشن. إذا عندك مبنى قديم وبدك تجدد وبدك تقيم أسلاك وتعجق الدنيا، تختار كنترولر وايرلس وثيرموستات وايرلس، تمام. بس أكيد الوثوقية فيه أقل من الوايرد، هذا برجع للمواصفات. كذلك مثلا إحنا تركيب حساسات الحرارة سواء في المية أو في الهواء، الحساسات بشكل عام دائما ابعد عن الإلبو عن الكوع، لأنه بيكون في تيربولنس سواء في مرور الهواء أو مرور المياه، ابعد بمسافة بحيث يكون استقرار في القراءة. هذه كذلك بنعطيها في الدورة. مثلا مكان وجود الثيرموستات، أنت بدك مكان الثيرموستات يكون قريب من الباب 50 سنتي من الباب على ارتفاع 150 سنتي، أكيد علشان يقرأ بيكون أقرب للريتير، بعيد عن أي مصدر حرارة، بعيد عن أشعة شمس، حتى يعطيك أقرب قيمة فعلية وحقيقية وواقعية لدرجة حرارة
الغرفة، الفلاتر كيفية بأنواعها المختلفة، مثلا في المستشفيات في عندنا ما يسمى هيبا فلتر، هاي افشنسي بارتيكولر اير فلتر، هذا درجة النقاوة له 99.9999، تمام؟ زي معدلات الثانوية العامة عندنا صارت زي هيك، بطلت مميزة، صار الكل ياخذ 100% و99 وفوق. طيب، فأنواع الفلاتر بأنواعها المختلفة يتم مراقبتها كذلك إذا اتسخت أو لا. أنواع الفلوميتر، يا أخوان اللي حاب الفلوميتر يدخل على اليوتيوب على شركة اسمها إندرس أند هاوسر، يشرحوا لك إياها بشكل فظيع ومجانية، تكنولوجيا مختلفة الفلوميتر، إما إلكتروميكانيكال ديفايس، إما ألتراسونيك فوق الصوتية، إما ما تسمى فورتكس الأمواج. نصيحة يا أخوان، ادخلوا على اليوتيوب وشوفوها كثير رائعة. كذلك مراقبة مستويات التنكات، مستويات المياه في التنكات، إما من خلال رادار أو ما يسمى الألتراسونيك، أو عن طريق البرشر من خلال المعادلة هذه الذين ترونها أمامكم، بحيث أنه إذا أنت عرفت قراءة البرشر تقدر تعرف قراءة الهايت والليفل تبع التانك الميترز. اجينا على موضوع مهم جدا 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 خصوصا في الأبنية. أول حاجة، أنت مثلا زي فندق وعندك مثلا شوبس وبتستهلك منك أنت كصاحب البناية مية باردة، هذه المية الباردة فلوس مش مجانية، فكيف بدي أحسبها؟ عن طريق ما يسمى البي تي يو ميتر. هذا عبارة عن فلو ميتر ودلتا تي، يعني حساس حرارة على المياه السبلاي والمياه الريتيرن، يستطيع حساب البي تي يو. طريقة تغذية البي تي يو، إما سلكية يحتاج مثلا 220 أو واتفر، أو عن طريق بطاريات ليثيوم باتري. وهلأ صاروا من جديد في المدن الصناعية، ومش المدن الصناعية، المدن الذكية والمدن الصناعية، ما هي صارت برضو مدن ذكية، إنه من خلال داشبورد واحدة يوضع على الميترز جي بي أس، وبتقدر تأخذ القراءات من خلال الداشبورد الكبيرة اللي تابعة للمشروع. فهذا البي تي يو ميتر تأخذ قراءة الكيلو وات أور عليه، كيلو وات حراري، تمام، مش كهربائي، إما من خلال بروتوكول بحيث إنك تشبك كذا ميتر سلكي من خلال بروتوكول معين، باك نت مثلا أو مود بس أو ميتر بس، هذه كلها بروتوكولات بتعرف عليها البي ام اس، تمام. هذه أشهر البروتوكولات اللي موجودة في الساحة، أو إنه كل ميتر لحاله ببث السيجنال تبعته للهب بسموه للداشبورد، أو إنه في نوعية بقول لك مثلا كل 10 كيلو وات أور بعطيك بلس نبضة، فبتأخذ هذا السيجنال وبتدخلها على الكنترولر عندك، وين؟ على الديجيتال إنبوت، وبتصير تراكمية، كل بلس 10 20 30 وهكذا، تمام. طيب الإلكتريك ميترز، مثلا أنت في الإلكتريك ميترز عدادات الكهرباء، شوف يا أخوان عدادات الكهرباء بدك تدير بالك، إذا شركة الكهرباء هي اللي وردت عدادات الكهرباء إلها بروتوكول معين خاص فيها، فبالتالي إذا طلب شبك هذه الميتر وهي strongly recommended إنها تشبك على بي أم أس، لازم نضع ما يسمى gateway. شو يعني gateway؟ مترجم من صيني إلى عربي أو لفرنسي، من لغة صناعية A إلى لغة صناعية B، لغة صناعية خاصة بشركة الكهرباء إلى لغة معتمدة عندي في البي أم أس، زي مين؟ زي الباكنت Open Protocol. فبالتالي شو بدي أقرأ أنا من عداد الكهرباء؟ بدي أقرأ الاستهلاك Power Consumption، القدرة الفعالة، القدرة الغير فعالة، معامل القدرة، الفولتية ما بين كل لاين ولاين، سحب التيار، كل هذه تحمل على كيبل واحد،
صحيح انها هي انالوج انبوت بس مش لكل قراءه كيبل ابدا. هذه كلها القراءات، كيف انت بتصدر امر للبرنتر الكمبيوتر، هل البنات هاي اللي شفتها كلها على كيبل واحد على الطابعه؟ نفس الفكره، هاي القراءات تحمل يصبح اسمها software point. software point بس برضو مصنفة analog input digital input على one cable، تمام، عشان تروح على ال BMS يقرأها. ونفس الفكرة ممكن يكون عليه بطري وهذا البطري عشان طالة عمره، هذاك عداد المي، عفوا الكهرباء منه، في الكهرباء، آسف عداد الكهرباء منه فيه. أعتقد الكينكس مثال للموضوع هذا. الكينكس هلا الكينكس بروتوكول تقريبا خصصوا للإنارة، ولكن إذا في عدادات كهرباء بتشتغل كينكس ليش لا؟ إيش اللي بيمنع؟ أنا ما مر علي أستاذ سالم، ولكن الكينكس عادة بروتوكول في الجست روم مانجمنت سيستم، يعني أو في الهوتلز للتحكم في الإنارة، ممكن من خلال كيباد مثلا أو آيباد، التحكم في الستائر، في الصوت، في علو الصوت، في بعض الأجهزة الكهربائية، في الفان كول يونت، تحكم في المحبس، يعني في مراقبة الحرارة. نعم، فالكينكس عادة في الإنارة، في الجست روم مانجمنت سيستم، ولكن هل يوجد عدادات تستخدم لغة الكينكس؟ ليش لا؟ ما الذي يمنع؟ ولكن إذا وجدت فليست مشهورة إلى غاية هذه اللحظة. الأشهر منها اللي قلت لك عنها، إذا ما تم اختيار العداد من شركة الكهرباء يجب أني أتحرى اللي هو المود بس، ميتر بس، أو باك نت، هذول أشهر ثلاث بروتوكولات في العدادات. ممتاز. طيب كذلك عداد المي، عداد المي ممكن من خلال بطري ويرلس أو وير، وبقيس كمية الفوليوم تبع المية أو كمية التدفق، أو كذلك مثلا من عداد لعداد لعداد سيريز، وفي الآخر توصله للبي أم أس. ففي كثير حلول وكثير سوليوشنز، كل سوليوشن له تكلفته، يعني رؤية وبعد نظر المالك إيش بده، بدك تحقق له في النهاية اللي هو طالبه. طبعا تحديدا بين قوسين لعدادات المي مرات بينطلب مواصفات خاصة إذا كانت المياه نظيفة أو مش نظيفة عفوا، قابلة للشرب، يعني مش بتأخذها زي مية بلادنا نأخذها بننظفها على فلاتر، يعني منقدرش نشربها، لازم ندخلها في البيت على فلتر بعدين نشرب، لأنه فيها نسبة أملاح عالية بتضر في جسم الإنسان. ولكن مرات بيكون في سبيشال كومباوند، سبيشال سيتيز، ريكويرمنت خاصه في مشروع معين، نفس الميه قابله للشرب مباشره. هذه العداد اللي بده يقيسها له مواصفات تختلف عن العداد العادي، ديروا بالكم. اتوقع اسمها WRAS، انا حطيتها هون للاحتياط لانه لما عرفت انه مشروع سكني فهذه ركزوا عليها. كذلك يا اخوان قد يطلب مراقبة عداد الغازات، الغاز الطبخ اللي في البيوت ويسمى الـ LPG غاز، تمام؟ طيب أتوقع قربنا ننهي. طبعا في الـ BMS في عندنا ما يسمى الـ Schematic Diagram، وهي الدياجرام التي توضح مسار الهواء، مسار المياه، نوعية الكوابل، مكان وجود الحساسات، مكان وجود الأكشويتر، كيفية ربطها على لوحة التحكم، نوعية الكوابل، هذه ما تسمى الفلو دياجرام أو السكيماتيك دياجرام، قائمة الدخل والخرج مهمة جدا، من خلالها تستطيع حصر كل لوحة كم عدد نقاط الدخل والخرج بناء على نوع السيجنال اللي داخله واللي خارجه، أو كذلك الفيلد ديفايس، بتسوي إحصائية عندك في المشروع. أخيراً بعد ما حددت كل دي دي سي بانل كم عدد النقاط القصوى لها، عندنا ما يسمى الرايزر دياجرام أو السينجل لاين دياجرام، و
وهو كيفية ربط لوحات الدي دي سي مع بعضها البعض في كل الطوابق، وأخيراً إلى البي أم أس روم اللي فيها الكمبيوتر أو الورك ستيشن. طبعاً بنعطي إحنا نماذج للتستينج أند كوميشنينج مقترحة وليست مفروضة في الآخر. إذا الاستشاري اللي عندك في المشروع ما ألزمك بنموذج معين، فأنت نعطيك بعض النماذج من مشاريع سابقة تقترح عليه وشو أهميتها. إحنا الفحص عندنا في البي أم أس يعني خلينا نبسطها نوعين. الفحص الأول بسموه point to point test، يعني تيجي من جهة اللوحة ومن جهة الفيلد ديفايس، تتأكد إنه السيجنال واصلة، الكوابل واصلات من خلال الأوم ميتر أو البزر، بحيث أو الحساس بقرأش، الأكشويتر فتح ما فتحش. هذه point to point. ومن ثم ما يسمى functional test، كل اللي مذكور في sequence of operation. مثلا نفتح الدامبر الفريش، بنقارن إذا درجة حرارته أقل، نفس المثال اللي ذكرناه قبل شوية. بعدين عشان نحقق الست بوينت بدنا نشغل المروحة، نعطي أمر للمروحة، بعد 15 ثانية إذا المروحة ما دارت بعطيني ألار. بعدين بفتح وبغلق الدامبر بناء على الكولينج فالف بناء على الست بوينت، وهكذا. وكذلك تحقيق الرطوبة النسبية مثلا بفتح أو بتشغيل وإطفاء الهيوميديفاير. كذلك في عندنا بعض المصطلحات في البي ام اس ما يسمى تريندينج، وهو مراقبة المتغير مع الزمن. يعني في المستشفيات بيطبعوا مثلا بيراقبوا الحرارة مع الزمن، مثلا الضغط مع الزمن، شو صار هنا، ليش الضغط ارتفع، ليش قل، ايش اللي صار، تحليل فريق الصيانة. كذلك سكيدجول، مثلا انا بدي والله اشغل واطفي الإنارة مثلا من الساعة 8 الصبح للأربعة المساء، تدخل في نطاق التحكم السيناريو تبعها. بعد الأربعة طفي لي كل شيء، شغل لي على الأوتوماتيك. شو يعني؟ على الموشن ديتكتور، وهي مهم جدا في توفير الطاقة. الموشن ديتكتور يعني زي الكوريدورات مثلا، لا ليش يشتغل إذا ما حدش جاي؟ أول ما يمر أحد تضاء الأضواء يعني. الجرافيكس، كيف بدك الجرافيكس والسيميوليشن. هذا مشروع في الرياض مثلا نفذنا مع شركة، احدى الشركات، تمام. كيف طبيعة الجرافيكس بدك اياها، بحيث انت لما تكبس مثلا على منطقة معينة، هاي شكل اير هاندلينج يونت، كيف مراقبة الاشارات عليها، نسبة الفتح والغلق والمروحة لما تدور. هذه اشهر انواع البروتوكولات اللي قلنا عنها، باكنت والمود باص، وفي كمان بروتوكول نوعا ما قديم بطل يستخدم ولكنه موجود في أوروبا، بيستخدمه أكثر شيء. إحنا هون في الميدل إيست وفي الخليج تحديدا باك نت في أغلب المشاريع صار خلص زي المعتمد. خليني أتطرق بدقيقة لإنترنت الأشياء ببساطة. لحد الآن في الميدل إيست ما في ولا مشروع تنفذ كبي أم أس على إنترنت الأشياء. إنترنت الأشياء ببساطة، أنت في بعض المدن مثلا فيها أعمدة، هذا العمود عليه لوحة شمسية. طيب اللوحة الشمسية بتحول من دي سي لأي سي، عليها إنفيرتر يعني بأخذ قراءات. طيب في عليه قارئ للحرارة، في قارئ للرطوبة، قارئ لسرعة الرياح، كلها هاي كل السنسورز اللي عليها بتطلع المعلومة وايرلس ما يسمى هب في المنطقة هاي، بعدين بوديها لداشبورد. هذا مثال على إنترنت الأشياء يا أخوان، تمام. يعني بروحوا بيحجزوا ما يسمى سحابيا، منطقة سحابية حزمة من التخزين مع شركة جوجل، مع شركة مايكروسوفت، مع شركات أخرى، بحيث إنه كل المعلومات هذه تحمل في المنطقة السحابية هذه. ولكن كل شركات البي ام اس تسعى وعن قريب للدخول في عالم انترنت الأشياء. هذا ببساطة عن انترنت الأشياء. هذه مثال كيف انه البروتوكولات زي اوبن بروتوكولز، بدل ما كان لكل نظام شاشة، اصبحت كلها يتم مراقبتها من خلال شاشة واحدة، داشبورد واحد.
وهي ما تسمى الانتر اوبيرابيلتي، كيف تخلي الانظمه كلها تتحاكى وتعمل انتجريشن مع بعض من خلال استخدام بروتوكول واحد. ايوه، نيجي على الابنيه الخضراء. معي 10 دقائق استاذ سالم مبن ان شاء الله. تمام. اي نعم تمام. تمام يا اخوان، من ليس لديه علم ما هي الابنيه الخضراء؟ الابنيه الخضراء الهدف منها انك انت تدفع فلوس، انت مالك تدفع فلوس على مبنى سعره اغلى من المبدا من المبنى العادي، المواد العاديه وتصميم عادي، بس وين بتفرق معك؟ في الرننج، في المينتنانس. بعد 10 سنين من استخدام المبنى هذا راح يصير يوفر اكثر من المبنى العادي. ليش؟ لانه المواد تبعته صديقه للبيئه وموفره للكهرباء، والتكنولوجيا الموجوده فيه موفره للطاقه الحراريه والطاقه الكهربائيه. وكيف انت تستخدم الظواهر الطبيعيه اقصى ما يمكن في تشغيل المبنى اللي عندك، من حيث الاناره، يعني انت التصميم تبعها كيف يستخدم ضوء الشمس اكثر ما يمكن، وفي نفس الوقت بدون ما يزيد الحراره على المنطقة. ضوء الشمس بيسخن، بس لا، هو استغلها في تجويفات داخليه بالهواء، جاب لك اياه منعش. يعني فيها ذكاء، يعني سمارت ديزاين. وكذلك صديقه للبيئه وصديقه لصحه الانسان، مثلا نوعيه الدهان، نوعيه الاصباغ اللي مستخدمه، الذرات المتطايره في الهواء، كلها صحيه وغير مؤذية للإنسان. طيب الـ BMS، أول إشي في عنا مثلا بيجي بقول لك كل 1000 feet square أو كل مكان فيه 25 شخص أكثر يجب أنك تراقب الـ CO2، ثاني أكسيد الكربون. بغض النظر هل هذه المراقبة يتم وصلها على الـ BMS ولا بدك تحط CO2 مع ألارم، مع مثلا ضوء لمبة تعطيك ألارم، بغض النظر. كذلك يجب وضع عدادات كهرباء وعدادات مياه، هذا قولا واحدا، ما فيها إنه مبنى أخضر بدون عدادات. طيب هذا المبنى الأخضر، أشهر شركة بتقيم المبنى الأخضر وبتعطيه نقاط اللي هي اليو او المنظمه اليونايتد ستيتس، اللي هي يو اس جي بي، اللي هي جرين بيلدينج كونسل. تمام، اليو اس جي بي سي. هذه اذا حقق المبنى الاخضر ما يسمى السكور كارد. السكور كارد في شغلتين، في عندنا ما يسمى بريكوزيت وفي ما يسمى كريديت. البريكوزيت يعني شروط، يعني you have to achieve it، والكريدت نقاط، كل ما حققت نقاط أكثر كل ما صار لك تسهيلات أكثر للبناية تبعتك، كل ما كانت البناية تبعتك لها صيانة توفير أكثر في المستقبل. طيب تبدأ النقاط طبعا أقل إشي 40 ل49 نقطة، هيك صار المبنى certified. 50 ل59 صار silver، 60 ل79 صار جولدن، و80 فما أعلى أصبح بلاتينيوم. الميترز شفنا كيف بتم ربطها على الـ BMS. الاندور اير كواليتي عن طريق الـ CO2 سنسور. الـ CO2 سنسور لازم يتم مراقبته علشان تحصل نقاط أعلى. طيب اللايتنج كنترول كذلك في نقاط وكريدتس خاصة في اللايتنج كنترول عن طريق الموشن ديتكتر. الثيرمال كومفورت اللي هو قلنا عنه، اللي هي درجات الحرارة المطلوبة من خلال الروم ثيرموستات، وشفنا أمثلة عليها. الموضوع طويل جدا، ويعني أنا حاولت أختصر قدر الإمكان، وأسأل الله عز وجل إني أكون قد وفقت، وبإذن الله سأرسل للأستاذ سالم
كل المواد التي تكلمت عنها حتى يستفيد منها الجميع. وبارك الله فيكم، ومبارك عليكم الشهر، وتقبل الله طاعاتكم جميعا. الله يعطيك العافية، ما قصرت والله مهندس على هذه الإثراء المعلومات. ولا شك أن موضوع البي ام اس أو إدارة أنظمة إدارة المبنى أصبح حديث الساعة، وسيستمر معنا خلال السنوات الكثيرة القادمة، بإذن الله بإذن الله. وخاصة اللي ذكرته بالليد ستاندرد، يعني أصبح المواطن والمختص يسمع عن المباني التي تتنافس على الحصول على الليد سيرتيفايد ستاندرز. احنا الكلام ذو شجون، احنا انتهينا من الجزء الثاني، وسوف ننتقل إلى الحلقة النقاشية بعد قليل. حياكم الله.